اسمي الحركة زين الرقة من مدينة الرقة. يعني هون كل شيء يعني بحاول بكل استطاعتنا انه نحرر المرأة وانه نوجه المرأة للطريق الصحيح. يعني كل حركتنا هي تتجه نحو تحرير المرأة. يعني من قبل نحكي عن حياة المجتمع، يعني كيف حياة المرأة بالمجتمع ما في لها يعني لا قيمة لا إنسانية، يعني حتى من ناحية التحرر أو أنه لها حرية لها مكانة أو لها قرار تتخذ نفسها ما لها، يعني ما لها حق بكل شيء. يعني أما نحن حركتنا تأسست على هذا الأساس من مشان تحرير المرأة، مشان حقوقها، مشان استرجاع كل شيء بيتأخذ منها. يعني وبهذا الشيء نحن عم نناضل ونحرر ونحاول بقدر الاستطاعة بأنه نوجه المرأة على الطريق الصحيح. يعني المرأة هون عسكرية بتقدر لها حقوق، لها يعني حقوقها تاخذ حقوقها بالعسكري بالسياسي، يعني حمل السلاح، بهدول الشغلات يعني تقدر المرأة بتحرر نفسها من الفكرة الإيديولوجية السياسي العسكري. ضمن التدريبات يعني تقدر المرأة بتعرف شو هو وشو كان عليها وشو بتقدر انه بتعمل مشان كل مرأة مثلها كمان انه بتقدر تتحرر. وهالشي يعني مثابة انه تخلي المرأة تعيش حريتها بعدل المساواة مثلها مثل الرجل. يعني اما بالمجتمع قليل ما عم يتطور هذا الشيء. اما نحن نستدعي ونقول انه بقدر الاستطاعة انه نخلي المرأة انه قدر الامكان انها تقاوم وتناضل لحتى تاخذ حقوقها بايدها. يعني وبهذا الشيء نحن بنقدم هذا النضال ونقدم الحقوق وبنقدم اي شيء يعني بتسترجع حقوق المرأة بسبيل انه حرية المرأة وحياة المرأة انه تكون عدل ومساواة بينها وبين بالمجتمع او بينها وبين الرجل او انه بين العائلة ضمن العائلة. يعني المرأة بحق لها العسكري، يعني حق لها العسكري، حق لها السياسي، ما بشي يعني ممنوع عن المرأة بيناتنا. لهيك بنحاول وبنقول وبندعي المرأة للانضمام وبندعي المرأة للنضال للحرية كما مكانتها بين الحروب وبين مكانتها بين القوة العسكرية وبين القوة السياسية. إلها مجالات كثيرة بتقدر المرأة فيها تحرر نفسها، تقدر إلها كلمة، إلها قرار، إلها اتخاذ بمجالات كثيرة. يعني بتحاول بس امساك مستقبلها ومساك حريتها بهذا الشيء. يعني تقدر أنها تقضي على الرجولة وعلى الرجولة المتسلطة، على الذهنية المتسلطة. فالمرأة تدمرت كثير يعني من قبل الرجل المسلط أو الرأسمالية. فهذا الشيء يعني تقدر المرأة ضمن التدريبات السياسية والعسكرية تقدر تحرر نفسها وتقدر تحرر كمان كل مرأة مظلومة وتحت ظلم الاستبداد وكل شيء هاجمات انه بتتحاول تصل للمرأة. هي كمان لها الحق ولها القوة والإرادة تمتلكها بأنه توقف ضد هاي الهاجمات.